أكدت معالي السيدة صاحبة غافوروفا الرئيس الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان ورئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز عمق العلاقات مع مملكة البحرين بشكل خاص والدول العربية بشكل عام. نعم، شددت معاليها على حرص بلادها على تعزيز هذه العلاقات على المستويات كافة، فضلا عن الدعم المتبادل للقضايا محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال معاليها لسعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حيث أشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود المثمرة التي تبذلها الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان وما تقدمه من مبادرات إيجابية لتعزيز العلاقات البرلمانية والروابط المشتركة بين البرلمانات والمجالس التشريعية.